طبعا احنا في اكاديميه ريال مدريد والاكاديميه احنا نقدم طبعا برامج تدريبيه، والبرامج التدريبيه هذه مهتمه بتاسيس النشء من سن 6 سنوات الى سن 17 سنه. في برامج تدريبيه لتنميه تطوير اللياقه البدنيه، وبعدين ندخل على تطوير مهارات كره القدم، سواء من ناحيه التكنيك اللي هو اجاده المهارات او التكتيك للعب واساليب اللعب والمراكز. التدريب عندنا الموصوف بالنسبه للاولاد يتدربوا على تقريبا في حدود ساعه الى ساعه وربع في اليوم، ولمدة 3 أيام بالأسبوع. وطبعا فيه قياسات بالنسبة عند مجيء الأولاد ودخولهم، في المجيء اليوم الأول يتم قياس اللي هو بالنسبة للطول والوزن وقياسات مهارية وقياسات بدنية، وبعد ما يخضعوا للبرنامج التدريبي أيضا بعد شهرين يتم القياسات للتأكد وتتبع مستوى التطور. اللي طبعا الاكاديميه هي واحده من الاكاديميات في المملكه، واكاديميه ريال مدريد يعني غنيه عن التعريف، لكن الهم والهدف الرئيسي هنا بالنسبه لنا احنا نساهم في نشو تكوين لاعبين يكونوا نواه للمستقبل في والدخول في عالم كره القدم. والاكاديميه تعمل بخطط وخطط تدريبيه على مدار العام، وايضا التدريب والخطط تشتمل على محتوى التدريب اليومي، ويكون العمل كله يكون مقنن. ايضا عندنا مدربين معتمدين من ريال مدريد، وهم من ينفذ التدريب بالاكاديميه.